السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله، تفضل. بعد إذن حضرتك يا شيخنا، إيه حكم الإكعاء اللي هو الجروس الإيه على الكعبين؟ الإيه؟ عفوا؟ الإكعاء. الإقعاء مش الإكعاء، الإقعاء. أيوه. في التشهد. لا، لم يرد في التشهد، لكن بين السجدتين وردت رواية بهذا، وردت رواية بهذا. يعني تجلس بين السجدتين، رجلاك منصوبتان، وأنت جالس بمقعدك على الرجلين المنصوبتين. طب هو حضرتك انا في التشهد بتبقى جربت الافتراش والتورك، رجلي بتوجعني منهم، ما ينفعش اعمله عذر؟ لا عذر، ما في أي مشكلة، اجلس على الوجه المتيسر لك. تمام، شكرا يا شيخ. الله يكرمك.